بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حلقة جديدة من خفايا عالم الجن، هذا العالم الذي يحيط بنا من حولنا. سنتحدث اليوم عن موضوع القرين. كل واحد من البشر من الإنس له قرين من الجن. نتساءل لماذا هذا النظام يعني وضعه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يجب أن تعلموا جميعا أن الله خلقنا ليختبرنا، لأن الله لا يخلق شيئا عبثا. سخر لنا كل شيء، سخر لنا السماوات والأرض، سخر لنا هذا البحر، سخر لنا هذه الشمس، الغيوم. لم يخلق الله كل هذا عبثا أخي الحبيب، خلقه لحكمة. الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. إذن هذا الإله العظيم لا يخلق شيئا عبثا. خلق الإنسان وهيأ له طريقين. الاختبار كيف يكون؟ من خلال طريق الخير وطريق الشر. يعني أبسط مثال أخي الحبيب، عندما تذهب لأي امتحان، الأسئلة تأتيك عبارة عن أجوبة صحيحة وأجوبة خاطئة، وأنت يجب أن تختار لتثبت أنك تعلم، لتثبت أنك درست، لتثبت أن لديك معلومات. وإلا كيف يتم اختبار الإنسان؟ بهذه الطريقة. كذلك الله تعالى وضع لك طريقين وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. ولكن انظر معي، طريق الخير دائما يعطي نتائج فيها خير، فيها سعادة، فيها طمأنينة، فيها يعني حياة مطمئنة آمنة، فيها السلامة من الأمراض والمشاكل. طريق الشر والمعاصي دائما مليء بالأمراض. يعني انظروا إلى مرض الإيدز الذي يضرب من يرتكب الفاحشة. انظروا إلى أمراض كثيرة جنسية أو منقولة جنسيا تضرب الشاذين جنسيا. انظروا إلى الأمراض التي تضرب من يشرب الخمر إلى آخره. فدائما طريق الشر كله شر وسوء ومرض وهم واكتئاب، وبالنتيجة يؤدي بك إلى النار، بينما طريق الخير كله خير ويؤدي بك إلى الجنة. فتخيل أخي الحبيب أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان كرمه وأعطاه حرية الاختيار. وإلا الله عز وجل قادر أن يخلق الإنسان مثل آلة ميكانيكية مبرمجة. أنت عندما تريد أن تكرم شخصا تمنحه صلاحيات اتخاذ القرار، وهذا معروف. تخيل أن لديك ابن ولا تسمح له بالتفكير أو بأي شيء يقوم به من تلقاء نفسه أو يتخذ أي قرار أو يفعل أي شيء، دائما تعطيه الأوامر وهو ينفذ فقط. وابن آخر تعطيه صلاحيات وتعطيه مجال للتفكير واتخاذ القرار ويفعل ما يشاء. طبعا الابن الذي تعطيه هذه الميزة، فهذا الابن الذي أعطيته حرية الاختيار هذا نوع من التكريم. لذلك عندما كرمنا الله أعطانا حرية الاختيار. قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، الحقيقة هنا لماذا خلق الله القرين؟ خلقه ليختبرك. فهذا القرين أحد أمرين: إما أن توسوس نفسك لك بالشر، فيبدأ هذا القرين بالوسوسة أيضا ويقودك إلى طريق الشر. أنت مهمتك أخي الحبيب في هذه الدنيا أن
تتبع طريق الخير، أن تعصي هذا القرين الذي يأمرك بالشر. طبعا ليس له سلطان عليك، هي مجرد وساوس. يوم القيامة هذا القرين ماذا يقول؟ قال: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يعني تماما مثل أمامك كأس ماء وكأس خمر. يعني أنت عندما تختار كأس الخمر، هل الخمر يتم معاقبته أو تحميله المسؤولية، أم أنك أنت من يتحمل هذه المسؤولية؟ لذلك موضوع القرين يجب أن ننتبه له، يجب أن تنتبه إلى سلوكك. أي سلوك فيه خطأ أو فيه شر أو فيه معصية، يجب أن تنتبه أن هذا السلوك مدمر، وأن هذا السلوك لا يرضي الله عز وجل، وأن هذا القرين سوف يتخلى عنك. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. سيتبرأ منك، وهذه عادة الشيطان، يتبرأ ممن يطغيه ويغويه. لذلك يجب أن تنتبه إلى موضوع القرين وأنه ملازم لك. طيب، حبيبنا عليه الصلاة والسلام له قرين من الجن، ولكن أعانه الله عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. إذن أنا عندما يرى قريني مني هذا السلوك الحسن، السلوك الذي يرضي الله، لن يملك ضدي أي وسوسة أو أي سلطان أو أي قوة أو أي إجبار. لذلك القضية التي أحببت أن أنبه عليها في هذا اللقاء أخي الحبيب، ولا أريد أن أطيل عليكم لأن الكل يطلب مني الاختصار. هذا القرين موجود معي الآن وموجود معك وأنت تستمع إليه، ولكن ليس لديه قدرة على فعل أي شيء، هو مجرد وساوس يقوم بها. فهذه الوسوسة إما أن تستجيب لها وإما أن لا تستجيب، القضية بسيطة جدا. طيب، كيف أعالج موضوع القرين لكي لا يؤثر علي ولا يضرني، والذي يضر وينفع والله؟ بكل بساطة، النبي أمرنا بقراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كل يوم اقرأهما 3 مرات صباحا ومساء كحد أدنى. اقرأ آية الكرسي: القرين لا يستطيع أن يفعل معك شيئا، فإنه لا يزال عليك حافظ من الله، إذا قرأتها في الصباح حتى تمسي، وإذا قرأتها في المساء حتى تصبح. إذن اقرأ آية الكرسي على الأقل مرة صباحا ومرة مساء. طيب، استمع إلى القرآن باستمرار، لأن هناك ملائكة تتتبع مجالس الذكر. فعندما تضع صوت القرآن على الموبايل، هناك ملائكة تأتي تتتبع مجالس الذكر، تتتبع ذكر الله. فعندما تحضر الملائكة، تخيل هذه الصورة أخي الحبيب، أنك تجلس ومحاط بالملائكة، الشيطان لم يعد له أي تأثير. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن الله لا يسخر الشيطان لك من دون أن تفعل شيء، يجب أن أنت الذي تطغى وأنت الذي تفسد وأنت الذي ترتكب الفواحش. وعندما لا تتوب إلى الله وتؤذي الناس، سيأتيك القرين ويتحكم بك بسهولة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، من ينحرف عن ذكر الرحمن، من يغمض عينيه عن ذكر الرحمن، من يغفل عن ذكر الله، عن القرآن، عن الصلاة، عن العبادة، عن بر الوالدين، عن أعمال الخير، نقيض له شيطانا. إذن الشيطان يبدأ بإغوائك ويمدك في الطغيان. وبالتالي الله لا يظلم أحدا. يعني عندما يأتي مجرم، مغتصب، سارق، قاتل، كيف تريد من الناس أن يتعاملون معه؟ هذا مكانه في السجن. كذلك
الإنسان عندما تكثر معاصيه يأتيه الشيطان فيزيده طغيانا. لذلك أخي الحبيب عليك بذكر الله دائما، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالقرين لا يستطيع أن يؤثر على مؤمن، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا هذا القرين يؤثر فقط على الإنسان العاصي الضال الذي يعش عن ذكر الله، يغيب كأن على عينيه غشاوة، لا يذكر الله، لا يقيم حق الله سبحانه وتعالى. فهذا من يقيد له الله سبحانه وتعالى شيطانا يقوده إلى جهنم والعياذ بالله. فإذا باختصار أخي الحبيب، العلاج هو ذكر الله والاستماع للقرآن وقراءة القرآن وأعمال البر، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر عامل، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.